من لندن ينضم إلينا دكتور عبد الكريم غزيز، محاضر في جامعة كينغز كوليدج ومتخصص في علوم الأوبئة. أهلا ومرحبا بك على شاشة الغد. ماذا يعني أولا تصنيف فيروس جدري القرود كحالة طوارئ دولية تستدعي قلقا دوليا؟ نعم، مساء الله أيامكم. يعني لعل هذا المصطلح حالة طوارئ صحية تستدعي قلق دولي يذكرنا بشهر مارس المال 2020 عندما أعلنت منظمة الصحة العالمية مرض الكوفيد كحالة طوارئ. والآن أمام جدري القردة الذي لا يقارن بمرض الكوفيد من ناحية سهولة الانتشار أو الأعراض التي يسببها أو الوفيات، ولكن هذا قد يدفع بالحكومات لتخصص موارد أكثر سواء من ناحية التحاليل الخاصة بهذا المرض أو بالعلاجات واللقاحات. يعني الآن كان هناك مخاوف أن الدول الغنية تقوم بشراء كافة اللقاحات التي هي قليلة أصلا لهذا المرض. الآن هناك الولايات المتحدة الأمريكية حوالي طلبت أكثر من نصف مليون جرعة من لقاح جينيس الذي هو اللقاح الوحيد المتاح لمرض جدري القرود. أيضا أوروبا طلبت كميات أكبر، وبالتالي أظن منظمة الصحة العالمية تسارع لتقييم فيما إذا كانت ستعلن جدري القردة كجائحة دولية أو كيعني مرض يستدعي قلق دولي لمحاولة أن يكون هناك توزيع عادل. ولكن ما هو المعيار دكتور عبد الكريم لاعتبار هذا الفيروس بجائحة دولية؟ وماذا يعني تصنيف جدري القرود حالة طوارئ دولية؟ هل يعني من وجهة نظرك بأنه سيتم التعامل مع هذا الفيروس نفس المعاملة مع فيروس كورونا؟ على بداية لن يكون لهذا القرار تأثير على حياة الناس اليومية، لأن عدد الحالات الآن من جدري القرود هي عدد محدود جدا، ولكن المعايير هي تعتمد على قدرة الأنظمة الصحية على التعامل مع هذا المرض وعلى سرعة انتشاره خلال الفترة الماضية. يعني خلال الفترة الماضية، خلال تقريبا شهرين منذ ابتداء شهر أيار الماضي، كان هناك حوالي 3000 حالة وكانت هناك حالة وفاة واحدة فقط. فإذا اعتمدنا فقط على هذا المعيار، أنا لا أعتقد أن منظمة الصحة العالمية ستقول أنه مرض يستدعي قلق دولي. ولكن إذا نظرنا إلى قدرة بعض الدول على مواجهة هذا المرض، قد يكون القدرة محدودة جدا وبالتالي تستدعي دعم دولي. يعني الآن مثلا قادة الدول الإفريقية يقولون أن هذا المرض موجود في إفريقيا منذ زمن، يعني نحن نطلب دعم حتى قبل ظهور هذا المرض في أوروبا في شهر أيار الماضي. ولذلك يعني من ناحية جهوزية الأنظمة الصحية في إفريقيا، قد يعني هذا القرار الذي ستقوم به الدول منظمة الصحة العالمية قد يعني أن العالم سيضخ موارد أكبر لهذه الدول التي تعاني من هذا المرض منذ زمن. طيب، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول يعني في حال اعتبار فيروس جدري القرود حالة طوارئ دولية وتستدعي قلقا دوليا؟ وهل منطقي دكتور عبد الكريم اعتبار هذا الفيروس، وأنت قلت أكثر من مرة أنه لا داعي للقلق على شاشة الغد، يعني هل من المنطقي بأن يتم اعتباره بأنه يستدعي قلقا دوليا؟ يعني بالنظر إلى سرعة الانتشار الحالية وإلى معدل الوفيات، وكما ذكرت 3000 حالة منذ شهر أيار كانت هناك حالة وفاة واحدة، فلا أعتقد أنه من المنطقي علميا بشكل مجرد أن نقول أن جدري القردة هو مرض يستدعي قلق دولي. ولكن إذا نظرنا إلى حالة هذا المرض في إفريقيا، فأنا أقول نعم، قد يستدعي الأمر ضخ موارد أكثر. يعني نحن نتكلم عن الوفيات فقط خارج المناطق الموبوءة، أما إذا تكلمنا عن المناطق الموبوءة التي هي غرب ووسط إفريقيا، فهناك كان أكثر من حالة 150 حالة وفاة منذ مطلع العام الحالي بسبب جدري القردة. ولكن هذه الأعداد هي لا تدخل في التصنيف الآن يلي من شهر أيار بسبب أنها حدثت داخل المناطق الموبوءة. ولذلك إذا هذا القرار إذا صدر، سوف يساعد الدول الأفريقية لمحاولة احتواء الجائحة. يعني الآن سوف نفهم أن جدري القردة هو ليس مرض مجرد بسيط لن يؤذي غير المناطق الموبوءة، ولكن من الممكن أن تقوم الدول بإرسال تحاليل أكثر وعلاجات ولقاحات أكثر للمناطق الموبوءة في وسط. في مسألة اللقاحات، لماذا لم توصي المنظمة بتطعيم الشامل ضد المرض؟ ما أسباب ذلك برأيك دكتور عبد الكريم في عجالة من فضلك؟ يعني لحد الآن خطورة هذا المرض على الناس العاديين هي خطورة محدودة جدا، انتشاره من إنسان إلى إنسان هو انتشار محدود، وبالتالي لا داعي للتلقيح العام.
ولكن من الممكن تلقيح فقط الفئات التي هي ضمن الخطورة، اللي هي المضاعفين مناعيا زائد الأشخاص الذين يتخالطون مع حالة مؤكدة، وبالتالي لا داعي للتلقيح العام، ولكن من الممكن داعي للتلقيح قد يكون في إفريقيا التلقيح ملح أكثر، فبالتالي قد نحتاج دعم دولي فعلا لتلقيح الناس في وسط وغرب إفريقيا، بما سيساعدنا كبشرية على استئصال هذا المرض كما استأصلنا مثلا مرض جذري الإنسان في ثمانينيات القرن الماضي. نعم، دكتور عبد الكريم قزيز، محاضر في جامعة كينغز كوليدج ومتخصص في علوم الأوبئة، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.